السلام عليكم. الفيديو النهارده بعنوان immunization and vaccination. immunization كلمة عام وأشمل من vaccination زي ما هنعرف في الفيديو النهارده. طيب يبقى دلوقتي عايزين نعرف بعض المصطلحات المهمة. أول مصطلح معانا اسمه immunization. كلمة immunization معناها process by which a person becomes protected against a disease. ببساطة معنى كلمة immunization يعني البيرسون ده الشخص ده يكون عنده immunity against disease، يعني يكون عنده مناعة. ده كلمة immunization. بعد كده يجي المصطلح بعد كده اسمه vaccination. vaccination ده مصطلح أخص من immunization، يعني يندرج تحت الكلمة العامة أو المصطلح العام اللي هو immunization. فكلمة vaccination نحن بيدي vaccine زي ما هنعرف أنواع الفاكسين يخلي الشخص ده عنده مناعة against disease معين. vaccine ده التطعيم نفسه، يعني vaccination دي العملية، عملية التطعيم. أما الفاكسين ده التطعيم نفسه اللي هو المستحضر أو البريبريشن اللي احنا بنحضره وبنديه للشخص. يبقى هنيجي دلوقتي لأنواع الإيمونيزيشن. احنا قلنا كلمة إيمونيزيشن كلمة عام أو مصطلح عام بمعنى إنه الشخص ده عنده مناعة. إيه أنواع الإيمونيزيشن؟ يعني إيه الأنواع اللي بيكون من خلالها البيرسون ده الشخص ده عنده مناعة أجينست ديزيز معين؟ في نوعين من إيمونيزيشن، أكتف إيمونيزيشن وباسف إيمونيزيشن. كلمة Active Immunization من الاسم معناها بنعمل Activation Immune System، يعني بيحصل Stimulation Immune System، يعني جهاز مناعي بتاعنا هو اللي بيشتغل وبيكون ميموري وبيكون عنده مناعة ضد المرض الفلاني. أما كلمة Passive Immunization معناها إن احنا بندي مناعة جاهزة للشخص الفلاني بريفورمد أنتيبوديز. الكلام ده هيتضح أكثر بالأمثلة وهنفهم معنى الكلام ده. ولكن مبدئيا سواء Active Immunization او الباسيف ايمونايزيشن هما الاثنين يا يكونوا ناتشرالي اور ارتفيشالي. بالامثله هنفهم معنى الكلام ده او انواع الايمونايزيشن. طيب يبقى هنيجي في اول نوع له اكتيف ايمونايزيشن. احنا قلنا كلمه اكتيف ايمونايزيشن معناها بيحصل اكتيفيشن للميون سيستم، معناها انه بيحصل ستيميوليشن للميون سيستم بتاعنا، الجهاز المناعي بتاعنا هو اللي بيشتغل وهو اللي بيكون مناعه ضد المرض الفلاني. انا اندكشن اوف ايمونيتي افتر اكسبوجر تو ذا انتيجين، يعني immunity is acquired by stimulating immune system of the body. فالactive immunization يكون natural يا artificially. يعني كلمة natural، natural يعني طبيعي، يعني اللي حصل stimulation immune system بدون تدخل مننا احنا. اما artificial احنا اللي خلينا immune system هو اللي يحصل له stimulation، بمعنى ان احنا عطينا vaccine. يعني مثال بتاع artificial acquired active immunity ان احنا عطينا vaccine تطعيم، تمام، عطيناه للشخص الفلاني. ارتفيشال مصنع ان احنا صنعنا الفاكسين زي ما احنا في دلوقتي انواع الفاكسين وعطيناه للشخص ده، فحصل اكتف ايمونايزيشن، حصل ستيميوليشن، حصل ستيميوليشن للاميون سيستم، فبالتالي عشان كده اسمه ارتفيشالي اكوايرد اكتف ايمونيتي. اما النوع الاول الاكتف ايمونيتي ناتشرال طبيعي احنا ما لناش دخل فيه، حصل ستيميوليشن للاميون سيستم بدون تدخل مننا. ايه المثال للموضوع ده؟ كلينيكال انفكشن او سب كلينيكال انفكشن، واحد حصل عنده عدوى، احنا عارفين اي عدوى هينتج عنها ميموري، فبالتالي هيكون الانسان ده هيكون عنده اميونيتي، تمام، طبيعيه للمرض الفلاني، عشان كده اسمها ناتشرال اكوايرد اكتيف اميونيتي. فبالتالي دلوقتي هنتقل لموضوع الفاكسين، موضوع في منتهى الاهميه، ولكن كان لازم من المقدمه دي عشان نعرف الفاكسين تبع اي نوع من انواع الاميونيزيشن. يبقى الفاكسينز عبارة عن immunological substance designed to produce specific protection against a given disease. الجملة في منتهى الأهمية، الجملة الخطيرة جدا بتيجي في MCQ، ان الفاكسين ده بيكون antigenic but not pathogenic. جملة في منتهى الأهمية. كلمة antigenic يعني احنا بنحضره بطريقة ان هو يكون محافظين على الانتيجينستي او الاميونوجينستي، يعني يعمل stimulation للميون سيستم، يعني يقدر الجهاز المناعي يتعرف عليه، تمام، ويكون مناعة ضده، ولكن not pathogenic. يعني مثلا احنا عايزين نطعم against الكورونا فيروس، تمام، او مثلا against التي بي، تمام، بنحضر تطعيم، تمام، بنعمل له انكتيفيشن او هنعرف انواع كل نوع الفاكسين، يعني فنخليه انتيجينيك، يعني بيعمل لي ستيميوليشن من سيستم، يعني جهاز المناعي بيتعرف عليه كانه شيء انتيجينيك بط نطبثوجينيك، يعني الفاكسين ده ما يعملليش ديزيز، بحيث لو الانسان ده اصيب بالتي بي لو كان الفاكسين ده اجينست تي بي، او اصيب بالكورونا فيروس لو كان الفاكسين ده اجينست كورونا فيروس، يبقى في الجسم ميموري سيل جاهزه تتعرف على الميكروب ده وتعمل لنا بروتكشن بدون ما يحصل لنا ديزيز باذن الله. طيب يبقى انواع الفاكسين، الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل.
تعال نبدأ في أول نوع معنا اسمه Live Attenuated Vaccine. معنى Live Attenuated أو بين قوسين Avalent Vaccine بمعنى إن إحنا بكل بساطة قبل ما نقرأ الكلام المكتوب نجيب أورجانيزم وليكن الميسلز تمام اللي هو الحصبة بنعمله Attenuation يعني بنخليه ويك يعني ما يعملش ديزيز ولكن بنحافظ على أنتيجينستي بنضعف من قدرة الأورجانيزم ده إن هو يعمل ديزيز ولكن بنكون محافظين ان هو يكون انتيجينيك بحيث ان هو يكون انتيجينيك بط نوت باثوجينيك. والله هو طرق تضعيف الاورجانيزم ده ان احنا نضعف قدرته ان هو يعمل ديزيز طرق كتير. تم كان زمان ريبيت سب كلتشر اون انسيوتابل ميديا يعني بنجيب ميديا غير مناسبه لنمو المايكرو اورجانيزم الفلاني تمام بنعمله ريبيت سب كلتشر على الميديا دي هي ميديا غير مناسبه. طيب احنا بنعمله جروث على الميديا دي بحيث بنضعف قدرته بننهكه خالص ان هو بنتخلص من الفيروس فاكتورز الموجوده فيه تمام. انت عارف ازاي واحد كده لما بيعيش في بيئه غير مناسبه ليه فبنضعف قدرته ولكن هو حاليا بموضوع كله بالجينيتيك تمام يعني بالجينيتيك موديفيكيشن ان احنا بنشيل الجين المسؤول عن الفيروس فاكتور بحيث يبقى افيرنت. ايا كان طريقه الاتينويشن اهم حاجه الفكره او البرنسبل او الفكره بتاعت اللايف اتينويتد فاكسين هو عباره عن وول اورجانيزم سواء بكتيريا او فيروس هو الاورجانيزم بنفسه هو اللي بنعمل له اتينويشن تمام بحيث يكون انتيجينيك باثوجينيك. طيب ليه هنا انا بركز على كلمه وول اورجانيزم يعني الاورجانيزم نفسه ككله هو بيعمل له اتينويشن عشان في نوع تاني من الفاكسين اسمه inactivated vaccine او killed vaccine نحنا بنجيب البكتيريا ونعملها complete killing مش اتينويشن النوع التاني من الفاكسين تمام. طيب ممكن حد يقول لي طب ايه لازمة ان احنا نعمل اتينويشن الميكروب بنعمله complete killing اللي هو النوع التاني هنتكلم عنه. ولكن في ميزه بيتميز بيها لما نيجي نجيب الوول اورجانيزم نفسه يعني نعمل له اتينويشن معناه نعمل له اتينويشن بيكون صاحي يعني ايه يعني بيعمل ريبليكيشن ولكن ليس للحد اللي يخليه يعمل باثوجينيستي. طب وهل الكلام ده ليه ميزه؟ ليه ميزه قويه جدا ان هو دلوقتي اورجانيزم بيعمل ريبليكيشن يعني هو اي نعم حصل له اتينويشن بس ما عملناهوش كومبليت كيلينج يعني بيعمل ريبليكيشن فده ميزه مهمه جدا ان هو بيعمل استيميليشن لكل انواع الاميونيتي الهيومورال والسيل ميديتد اللوكال والسيستميك ودي ميزه مهمه جدا بتتطلب بعض الاحيان ان احنا عايزين نعمل استيميليشن لكل انواع الاميونيتي. مثال باختصار شديد عشان نفهم اللي هي الميزه بتاعه استيميليشن لكل انواع الاميونيتي في فيروس المسؤول عن بوليوميلايتيس الفيروس المسؤول عن شل الاطفال اسمه بوليو فيروس. البوليو فيروس ده من اللايف سايكل بتاعته ان هو اول حاجه بيعمل ريبليكيشن في الانتستين وبعد كده بيروح للبلد وبعد كده عشان يعمل فيريما وبعد كده بيروح للسي ان اس. يبقى احنا عايزين فاكسين يعمل استيميليشن للميونيتي في الانتستين فاكسين اسمه سابين فاكسين هناخد دلوقتي حالا اسمه سابين فاكسين ده بيتاخد اورال فبالتالي هينزل في الانتستين تمام فهيعمل لي استيميليشن للميونيتي في الانتستين في الجي اي تي. في نوع تاني من الفاكسين اجينست بوليوميلايتيس يعني تطعيم التاني لاجينست شلل الاطفال اسمه سوك فاكسين انكتيفيتد فاكسين ده بيتاخد انجكشن هيروح للبلد فبالتالي مش هيعمل لي بروتكشن لما في اول مرحله من مراحل البوليوميلايتيس ان هو بيعمل لي انفكشن في الانتستين. فبالتالي تأتي أهمية النوع الأول اللي هو السابين فاكسين اللي هو بيتاخذ أورال اللي هو هيعمل لي استيميوليشن في أول مرحلة من مراحل البوليوميلايتيس. طبعا احنا البوليوميلايتيس ده في البيرولوجي أخذناه قبل كده في المحاضرة بتاعت البوليوميلايتيس ولكن ده باختصار شديد واتكلمنا برضو يعني الفرق بين التو فاكسين هو السابين والسوك فاكسين ولكن هنا قلنا باختصار شديد. الميزة الثانية اللونج لاستيك اميونيتي طبعا دلوقتي اتينويت فاكسين بيعمل ريبليكيشن فبالتالي هيبقى الاميونيتي لونج لاستيك اميونيتي. ايه عيوب اللايف اتينويت فاكسين او افيلنت فاكسين؟ احنا مش بنقول اتينويت فاكسين ده عباره عن اورجانيزم صاحي بالبلدي كده يعني صاحي يعني هو بيعمل ريبليكيشن. طيب مش ممكن يعمل ديزيز تمام اي نعم احنا عاملين الاتينويشن للحد ان هو ما يعملش ديزيز ولكن ممكن يعمل ديزيز في بعض الحالات. ايه بعض الحالات؟ زي مثلا في حاله الاميون كومبرومايزد بيشنت الناس اللي عندهم سيفير اميون سبريشن زي بريجننت وومن
او زي الدايبيتك بيشنت او زي الكانسر بيشنت، دول بيكون مناعتهم ضعيفه جدا، ممكن الاورجانيزم يحصل له جمله شهيره جدا في المس كيو مي ريفيرت تو فيرولنس، ممكن يرجع تاني ويبقى فيرولنس ويعمل ديزيز. عشان كده النوع ده كونترا انديكيتد في الاميونو كومبرومايزد بيشنتس، الكلام ده مهم جدا في المس كيو. طيب العيب الثاني اللايف ادونات فاكسين ان هو هيت لابايل، ان هو دلوقتي اورجانيزم احنا عايزين نحافظ عليه ما يكونش ما يموتش مننا، احنا عايزينه لايف اتنويتد مش انكتيفيتد او ما يحصلوش كومبليت كيلينج، لان احنا عايزين نعمل ريبليكيشن، فبالتالي عيبه ان هو هيت لابايل. طب ازاي بنتغلب على العيب ده؟ ان احنا بيكون محفوظ في ريفريجيشن تمام في الثلاجه او في ايس بوكس. طيب بعد ما عرفنا الادفانتجز والديس ادفانتجز هنعرف الاكزامبلز اوف لايف اتنويتد فاكسين. طيب لما نيجي نتكلم على اي نوع من انواع الفاكسينز، يا بنتكلم عن الفيرال فاكسين يكون نوع الفاكسين ده محضرينه من فيروس او من بكتيريا تمام. طيب اللايف اتنويتد فاكسينز، في اكزامبلز اللايف اتنويتد فيرال فاكسينز، اشهر 3 اكزامبلز سابين فاكسين لسه متكلمين عنه حالا الخاص بالبوليوميلايتيس شال الاطفال، في MMR ده اختصار لميسلز مامبس روبيلا، تطعيم ده خاص لثلاث فيروسات، ثلاث فيروسات ميسلز الحصبة مامبس وبيسموه ابو الكيم بالعربي، والروبيلا برضو الحصبة الالماني، في روتا فيروس بكدال بيعمل روتا فيروس ده بيعمل دايريا وخاصة في الشيلدرن. النوع الثاني من اللايف اتنويتد فاكسين اللي هو اللايف اتنويتد بكتيريا الفاكسين، اشهر مثالين، مثال اول بي سي جي فاكسين ده او 4TB اللي هو البكتيريا الدرن، والنوع الثاني مش مشهور قوي يعني هو مش بيستخدم من جدول التطعيمات، ولكن بيستخدم في بعض الحالات اللي اسمه اللايف تايفويد فاكسين، مش بيستخدم كروتين في 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 جدول التطعيمات، ولكن بيستخدم في بعض الحالات لو في الانديميك اريا او واحد مسافر لاماكن معروف ان فيها التايفويد اللي هو حمى التايفويد فبياخده قبل ما يسافر. طيب هنبدا باول حاجه اللي هو السابين لايف اتنويتد او اسمه اورال بوليو فاكسين، ده لما تكلمنا في الادفانتج بتاعت اللايف اتنويتد فاكسين. سابين بوليو فاكسين، سابين ده اسم العالم اللي اكتشف الفاكسين ده اجنس بوليوميلايتيس. بوليوميلايتيس شال الاطفال في منه نوعين من الفاكسينز، سابين وده عباره عن اورال وده نوعه لايف اتنويتد فاكسين، والنوع الثاني اسمه سوك فاكسين، عالم ثاني اكتشف النوع الثاني تمام. السوك فاكسين ده نوع انكتيفيتد يعني جاب البوليو فيروس وعمل له كومبليت كيلينج، زي ما هنعرف النوع الثاني من الفاكسينز اسمه كيلد فاكسين او انكتيفيتد فاكسين. اما السابين نوع لايف اتنويتد فاكسين او اورال بوليو فاكسين، كلمه اورال بوليو فاكسين عشان بيتاخد اورالي. طيب يبقى الاورال بوليو فاكسين او السابين فاكسين بيتحضر ازاي؟ هو مبدئيا ان البوليو فيروس اللي هو الفيروس المسؤول عن شلل الاطفال في منه 3 سيروتايبس. طيب عايزين نحضر النوع الاول والسابين فاكسين، بنجيب الميكسشر ل 3 سيروتايبس تمام، ونخلطهم على بعض ونعملهم اتينويشن تضعيف بحيث يبقى انتيجينيك بط نوت باثوجينيك ويكون اتينويتد ما يكونش كيلد، لانه في النوع الثاني والسوك فاكسين لا بنجيب الثلاث انواع دول ونخلطهم على بعض ونعمل كومبليت كيلينج زي ما هنعرف في النوع الثاني من كيلد فاكسين. طيب الجرعه بتاعه السابين فاكسين والاورال بليو فاكسين يعني بيتاخد امتى؟ ده بصراحه بيختلف من مكان الى مكان، فمثال انديميك اريا في الاماكن المستوطن فيها المرض ده اللي هو المنتشر فيها البوليوميلايتيس للاطفال، فده بيتاخد من ات بيرث عند الولاده. هنلاقي اماكن تانية بلاد تانية مش مستوطن فيها المرض ده، فبالتالي بيتاخد عند شهرين واربع شهور وست شهور. اما في الاماكن المنتشر فيها المرض ده ومعروف البلاد دي بيسجل فيها حالات كتير من بوليوميلايتيس، لا بيتاخد ات بيرث وبعد كده عند شهرين واربع شهور وست شهور، وممكن كمان عند 12 شهر و 18 شهر، وهنعرف بعد كده جدول التطعيمات. طيب دلوقتي هنقول ايه مميزات السابين فاكسين؟ احنا اتكلمنا على مميزات السابين فاكسين لما اتكلمنا على مميزات اللايف اتنويتد فاكسين، ان هو اكزامبل تبع اللايف اتنويتد فاكسين. احنا قلنا ده بيعمل استيميليشن لكل انواع الاميونيتي، واتكلمنا السابين فاكسين ده اجينست البوليوميلايتيس تمام، وقلنا اللايف سايكل باختصار ان هو البوليو فيروس بيعمل اول حاجه ريبليكيشن فين؟ في الانتستين تمام. طيب لما يجي يعمل ريبليكيشن في الانتستين وبعد كده بيروح للبلد وبعد كده بيروح للسنس. السابين فاكسين ده افضل من السوك فاكسين من ناحيه دي ان هو بيعمل استيميليشن لكل انواع الاميونيتي وخاصه في لوكالي في الانتستين اللي هي اول مرحله من مراحل الانفكشن، فبالتالي هو بيعمل استيميليشن للاي جي اي اللي هو اللوكال اميونيتي
والاي جي جي والاي جي ام ان هو بعد بيروح للانتستين هيحصل له ابزوربشن ويروح للبلد، فبالتالي هيعمل ستيميوليشن سيستميك اميونيتي. طب ايه هي سيستميك اميونيتي في البلد؟ اللي هي الاي جي جي والاي جي ام. فده معنى الكلام ان هو بيعمل ستيميوليشن للاي جي اي عشان الاميونيتي في السكريشنز من ضمنهم الانتستين. اما الاي جي جي والاي جي ام موجودين في البلد فهو ده المسؤول عن سيستميك اميونيتي. فبالتالي هنا بيقول لك بيعمل ستيميوليشن، بيعمل بريفنشن لنوعين من البوليوميلايتيس، باراليتيك والنون باراليتيك بوليو فيروس. طب احنا الكلام ده عشان نفهمه بالتفصيل انصحكم بالمحاضره احطها في الديسكريبشن بتاعت البوليوميلايتيس عشان الاطفال، فمتكلم في عن الباثوجينيز بتاعت البوليوميلايتيس والفرق بين السابين فاكسين والسوك فاكسين بالتفصيل. طيب الاكزامبل الثاني تبع اللايف اتنويد فاكسين اسمه ام ام ار فاكسين ميسلز مامبس روبيلا. دول جابوا ثلاث فيروسات وعملهم هم الثلاثة اتنويشن وحطوهم في بريبريشن واحد عشان يعملوا بروتكشن اجينست ثلاث انواع من الفيروسات. ميسلز بيعمل حصبة، وروبيلا حصبة الماني، والمامبس يعني بيسموه ابو اللوكيم بيعمل سويلينج في الباراتويد جلاند. دي اول جرعة لازم تكون عند 12 شهر، وفي بعض الكتب بتكتب 9 شهور، المهم مش قبل 9 شهور. والجرعة الثانية عند 15 شهر. يبقى يجي الكلام ده في MSQ، يبقى أول دوز الـ MMR فاكسين عند 12 شهر أو 9 شهور، وتاني جرعة عند 15 شهر، ما ينفعش أقل من 9 شهور. وفي سبب لكده، بيقولك ممكن البريجنت وومن تصاب بأي نوع من أنواع الثلاث فيروسات دولة وهي ويكون عندها مناعة، والمناعة دي تنتقل عن طريق البلاسينتا للفيتس. فالمناعة عند الفيتس بتقعد حوالي سنة. طب انت عدد التطعيم ده قبل السنة وليكن مثلا في الشهر الثاني، هو عنده مناعة من الام وانت عطيت الفاكسين، واحنا عارفين الفاكسين ده لايف اتنويتد، ما خلاص من المناعة دي هيعمل انهيبيشن اصلا الفاكسين ده، فبالتالي ما استفدتش حاجة. فبالتالي بندي اول جرعة عند 12 شهر، كنا احنا ضمننا انه حصل استنفذت المناعة دي اقصاها بتقعد سنة. تي بي فاكسين او اسمه بي سي جي فاكسين، ده نوعه لايف اتنويتد فاكسين اجينست بكتيريا، بكتيريا اسمها تي بي اللي بكتيريا الدرن او اسمه بتسبب السل الرئوي. بي سي جي فاكسين جاية من اختصار جاي من باسللاي، علشان هي عبارة عن باسللاي كالمت جوارين، دولة تو ساينتست اللي اكتشفوا فاكسين ده. عرفنا الاسم جاي منين، بي سي جي باسللاي كالمت جوارين، ده نوع ايه؟ لايف ادينويد فاكسين فور تيوبركلوزيس. طيب ده الجرعة بتاعته اولا بيتاخد انترا ديرمال انجكشن في الديتويد، بيتاخد اد بيرث جرعة واحدة بس، ومن علامة خد الجرعة دي ولا لا بيكون عند الكتف في سكار علامة كده عامل زي القشره كده، ده يعني عشان بينتج عن الفاكسين ده هايبر سنسيفتي رياكشن. طيب الاكزامبل الاخير اللايف اتنويتد فاكسين، هو ده يعني مش ذات اهميه لان هو مش انه غالبا مش بيستخدم جدول التطعيمات الا في المناطق اللي احنا عارفين هو انديميك، تمام؟ يعني بيتاخد في المناطق الانديميك، عارفين المكان ده واحد مسافر للمكان معروف ان هو انديميك اريا للحمى التيفويد. في منه هنا بقول لك نوعين لايف اتنويتد وي انكتيفيتد فاكسين. طيب النوع الثاني من الفاكسين انكتيفيتد فاكسين او اسمه كيلد فاكسين، من الاسم احنا بنجيب وول اورجانيزم سواء بكتيريا او فيروس ونعملها كومبليت كيلينج او كومبليت انكتيفيشن. اللي فهم معايا اللايف اتنويتد فاكسين ايه اهم ميزه في النوع ده، فرق بينه وبين النوع الاولاني اللي هو اللايف اتنويتد فاكسين، اهم ميزه انه هو مور سيف للاميونو كومبرومايز. تمام عشان نعرف ايه سبب تنوع الفاكسينز، ليه في انواع كتيره من الفاكسين، ما نخليها كله انكتيفيت فاكسين او نخليه كله لايف اتنويتد فاكسين، لانه في فاكسين ينفع مع انواع معينه من الناس وما ينفعش مع انواع اخرى وهكذا. تمام فهنا لايف اتنويتد فاكسين وانكتيفيت فاكسين ان كان هما الاثنين بيعتمدوا على الوول اورجانيزم، بنجيب البكتيريا نفسها او الفيروس نفسه، ولكن في اللايف اتنويت بنعمل اتنويشن عشان عايزين يعمل ريبليكيشن، يعمل ريبليكيشن بس ما يعملش ديزيز. لا هنا بنعمل كومبليت كيلينج كومبليت انكتيفيشن، علشان في بعض الحالات احنا محتاجين كده، مثلا بريجننت وومن او مثلا في اميونو كومبرومايزد بيشنت، فداء مور سيف ما فيش منه اي اضرار ولا مشاكل، هو مش بيعمل ريبليكيشن اصلا علشان ممكن الكلمه ممكن ميري فيت فيرلنس. لا مش هيحصل الكلام ده، هنا هيحصل في النوع الاولاني انه ممكن يبقى يعني يعمل فيرلنس يعني يبقى باثوجينيك. يعني الميزه الثانيه في النوع ده انه هيت ستيبل، ان احنا اصلا عاملين له كومبليت كيلينج انكتيفيت فاكسين. في النوع الاولاني احنا عايزين اورجانيزم صاحي يعمل ريبليكيشن، فعشان كده هيت لابايل. تمام اما هنا لا مفيش مشكله هنا، تمام لا هيت ستيبل ان هو اصلا كيلد فاكسين. ايه العيوب؟ طيب هنلاقي المميزات وعيوب، هنلاقيهم عكس اللايف اتنويتد فاكسين تماما. يعني هنلاقي العيوب انكتيفيت فاكسين عكس مميزات اللايف اتنويتد فاكسين.
احنا قلنا في اللايف هتمنيت فاكسين بيعمل استيميليشن لكل انواع الاميونيتي وعرفنا السبب. هنا يعمل لي استيميليشن للسيستميك اميونيتي, وهنا بيقول لك بيعملش استيميليشن للتي سايت توكسيك, ان هو هنا كيلد فاكسين مش بيعمل ريبليكيشن اصلا, فبالتالي مش هيعمل لي ريبليكيشن بداخل الخلايا. والتي سايت توكسيك خاصه بالاميونيتي لاي اورجانيزم بيحصل له ريبليكيشن بداخل الخلايا. فكان في اللايف هتمنيت فاكسين اللي هو الفاكسين اجينست الفيروسس بيروح يعمل ريبليكيشن بداخل الخلايا, فهيعمل لي استيميليشن للنوع ده من التي سايت توكسيك. تمام. العيب الثاني ان هو مش هينشا عنه سترونج اميونيتي زي اللايف هتمنيت فاكسين. هنا اللايف هتمنيت فاكسين الاورجانيزم بيعمل ريبليكيشن فتلاقي المناعه بتنشا سترونج ولونج لاستنج اميونيتي, اما هنا لا, ان هو كيلد فاكسين فتلاقي مناعه اضعف من اللايف هتمنيت فاكسين. طيب احنا زي ما قلنا في اي نوع فاكسين في منه بكتيريال فاكسين وفايرال فاكسين. هنا اهم نظام الفايرال كيلد فاكسين سوك انكتيفيتد بوليو فاكسين, النوع الثاني للفاكسين اجينست بوليو مارس للاطفال. النوع الاول كان اسمه سابين فاكسين, ده كان نوع لايف هتمنيت فاكسين. هنا السوك فاكسين النوع الثاني للاجينست بوليو مارس, ولكن جايبين 3 سيروتايبس للبوليو فايروس عاملينه كومبليت كيلينج. يبقى هنا ايه ميزه السوك فاكسين عن السابين فاكسين؟ الميزه ان هو ممكن يستخدمه للاميونو كومبرومايز بيشنت. يبقى هنا الاسئله بتيجي ازاي؟ يجي لك السوك فاكسين فانت عارف اصلا مميزات الكيلد فاكسين بصفه عامه وده نوع منهم, فبالتالي هي هتلاقي مميزات الكيلد فاكسين. واحنا اتكلمنا عن عيوب الكيلد فاكسين, تمام, فهتلاقي وده اكزامبل منهم, فبالتالي هتلاقي عيوبه هي عيوب الكيلد فاكسين. طيب كيلد بكتيريال فاكسين فيبريو كوليرا ويرسينيا بيسز, ده برضه مش بيكون في جدول التطعيمات, بيستخدمه في بعض الحالات. فيبريو كوليرا معروف انه بيعمل الكوليرا. يرسينيا بيسز فاكسين هو المرض اللي هو اسمه الطاعون, ونوع التالت اجينست تايفس اجينست البكتيريا اللي اسمها ريكيتسيا, وده التطعيم ده بيستخدم في الارميد فورسز. يعني هي التطعيمات الثلاثه دول مش مشهورين, بيستخدموا في بعض الحالات. طيب النوع التالت من الفاكسين اسمه بولي سكرايد فاكسين. طيب يبقى احنا اخذنا اللايف هتمنيت فاكسين وخدنا الكيلد فاكسينز, والثالث نوع من الفاكسينز بولي سكرايد فاكسين. طيب مبدئيا ما دام قلنا بولي سكرايد فاكسين يبقى الانواع دي اجينست البكتيريا, يبقى بكتيريا الفاكسين. تمام. ان البولي سكرايد اللي هو المقصود بنجيب الكبسول, من بنحضر تطعيم من الكبسول. الكبسول ده موجود فين؟ موجود في بعض انواع البكتيريا. تمام. مفيش كبسول طبعا في الفيروسس, تمام, فيروسات, تمام, ولكن الكبسول ده موجود في بعض انواع من البكتيريا, الكبسوليتد بكتيريا. اشهر ثلاث انواع من البكتيريا بيحتوي على الكبسول نينجوكوكاي, يبقى الفاكسين اسمه نينجوكوكال فاكسين, ونيموكوكاي كوكس نيمون يعني, والفاكسين اسمه نيموكوكال فاكسين, والهيموفلس انفلونزا الطيب بي, والفاكسين اسمه اتش اي بي فاكسين او هيب فاكسين. كلمه هيب فاكسين جايه من هيموفلس انفلونزا, H معناها هيموفلس وI جاي من انفلونزا اسم البكتيريا, وB معناها الطيب B. دلوقتي هنتكلم بالتفصيل عن كل نوع. أول نوع نيموكوكال فاكسين, ده بكتيريا اسمها سبتكوكس نيموني, بكتيريا جرام بوزيتيف بكتيريا, جرام بوزيتيف كوكاي, تمام, تحتوي على كبسول. طيب أنا عايز أحضر فاكسين أجينست سبتكوكس نيموني, طيب ليه ما خلاش لايف هتمنيت فاكسين؟ ليه ما خلاش كيلد فاكسين؟ اشمعنى أنا أختار الكبسول, أخد الكبسول ده واستخدمه كتطعيم فاكسين؟ لانه هو الكبسول هو ده الباثوجينيك اصلا, هو المسؤول, هو كفيرنس فاكتور, ذا موست امبورتنت فيرنس فاكتور. فيرنس فاكتور هو الكبسول, هو ده اللي بيعمل ماسكينج للسيل وول, ماسكينج كومبوننت, وما يخليش الفاجوسيتيك سيل زي الماكروفاج تتعرف على البكتيريا. خلاص, فاحنا عارفين ان هي المشكله في البكتيريا دي هو الكبسول, فخلاص احنا نعمل تطعيم اجينست الكبسول الخاص بالبكتيريا اللي هو ستكوكس نيموني. ستكوكس نيموني اسمها نيموكوكاي عشان بتعمل نيومونيا, فبالتالي الفاكسين اسمه نيموكوكال فاكسين. المهم ان هو البكتيريا دي بتحتوي على اكتر من 23 نوع, اكتر من 23 سيروتايب. ففي نوعين من نيموكوكال فاكسين, نحن نجيب 23 سيروتايب نستخدمهم كفاكسين, وده بيكون في الادلت بيشنتس. النوع الثاني بنجيب اشهر 13 نوع حط عليه كاريا بروتين. ايه معنى الكلام ده؟ وايه الفرق بين الاولاني والتاني؟ ايه الفرق بين النوع الاول, تمام, الادلت بيشنت, وهنا بنقول لك هنا في النوع الثاني لليونج شيلدرن؟ هقول لك بكل بساطه الفرق بينهم. اليونج شيلدرن الطفل لغايه عمر سنتين
الجهاز المناعي بتاع الطفل لغايه سن سنتين بيقدرش يتعرف على البوليسكرايد انتيجين، والكبسول ده بيكون عباره عن بوليسكرايد. انا عايز ادي التطعيم ده للطفل لغايه عمر سنتين، التطعيم ده محضره من كبسول عباره عن بوليسكرايد. طب ايه الحل وانا عارف الاميون سيستم بتاعه مش هيتعرف على التطعيم ده لان هو عباره عن بوليسكرايد؟ الاجابه ان انا بضيف عليه كارير بروتين، يعني بتحايل على الاميون سيستم تمام علشان يتعرف على التطعيم بتاعي. طب هو الاميون سيستم عندوش مشكله في البروتين، فبالتالي خلاص انا اضيف كارير بروتين زي الدفتيريا توكسويد، اضيفه على الانواع دي اللي هو 13 لمكوكل سيروتايب، فبالتالي الاميون سيستم هيتعرف، هيعمل اميونيتي اجينست النيموكوكل فاكسين من خلال ان اضفت بروتين، والاميون سيستم عندوش مشكله للتعرف على البروتين للاطفال من اي عمر ايا كان. طيب النوع الاولاني هنا لا، انا اجيب الكبسول بوليسكرايد من غير ما اضيف عليه بروتين. طب ما دام انا مش عايز اضيف عليه بروتين يبقى مش ما ينفعش اديه للطفل اقل من سنتين، فيبقى لازم في الادلت. دول يعني الفرق باختصار الفرق بين النوعين من الفاكسينز اللي تبع نيموكوكال فاكسين. طيب الاكزامبل الثاني من نيموكوكال فاكسين، نيموكوكال فاكسين بتعمل حاجه اسمها مينينجايتس، التهاب السحايا او الحمى الشوكيه. برضو ايه السبب ان انا باخد الكبسول من البكتيريا دي؟ ان هو الكبسول هو ده الموست امبورتنت فيروس فاكتور، هو الباثوجينيك، هو بيعمل مشكله. نفس الفكره شك تو فورمز اوف فاكسين، نفس الفكره. انا ممكن اجيب الكبسول ده واحضر منه فاكسين، ممكن اضيف عليه كارير بروتين، اضيف عليه بروتين على لو ضفت عليه بروتين هستخدمه لليانج شيلدرن، يعني ممكن استخدمه للاطفال لغايه عمر سنتين مفيش مشكله ما دام ضفت عليه كارير بروتين. الاكزامبل الثالث اسمه فلس انفلونزا او اسمه هيب فاكسين، وخلي بالك بيجي في الامس كيو بالاسم ده باختصار ده هيب فاكسين. كلمه هيب جايه من اتش هيموفلس واي انفلونزا. بالمناسبه هيموفلس انفلونزا قلناها قبل كده مش معناها ان بسبب انفلونزا، لا دي بكتيريا، انفلونزا دي فايرال انفكشن. زمان في بدايه الاكتشاف كانوا معتقدين ان البكتيريا دي بتسبب انفلونزا، ولكن عشان كده سموها هيموفلس انفلونزا، ولكن اكتشفوا بعد كده ان هي ما لهاش علاقه بالانفلونزا، ولكن ظل الاسم هيموفلس انفلونزا. دلوقتي ايه نوع الفاكسين؟ بوليسكرايد فاكسين. يعني ايه بوليسكرايد فاكسين؟ يعني بنجيب الكبسول بنحضر منه فاكسين. طيب ليه هيموفلس انفلونزا في منها انواع؟ ليه والله الباثوجينيك اللي بيعمل مينينجايتس اسمه نوع تايب بي، فسموها هيموفلس انفلونزا تايب بي فاكسين او اسمه هيب فاكسين. عرفنا الاسم جاي منين؟ برضه هنا نفس الكلام تمام، عايزين نستخدمه للطفل لغايه عمر سنتين، بيكون كونجوجيتد بي كارير بروتين عشان يعمل ستيميوليشن للميون سيستم للطفل لغايه عمر سنتين، نفس الفكره. طيب النوع الرابع من الفاكسين اسمه التوكسويد. كلمه توكسويد جاي من اسم توكسو، جاي من توكسين، اويد معناها الشبيه. ايه معنى الكلام ده؟ انا بجيب توكسين واعمل له ديتوكسيفيكيشن، اعمل له انكتيفيشن. طيب ايه اهميه النوع ده؟ زي ما اتكلمنا في كل نوع بنقول ايه اهميته. اهميه التوكسويد ان احنا في بعض البكتيريا المشكله فيها التوكسينز، يعني ذا موست امبورتنت فيروس فاكتور هو التوكسين، هو اللي عامل مشكله. طيب ما انا خلاص اجيب التوكسينز، استخلص التوكسين من البكتيريا زي الدفتيريا والتيتانوس والبيرتسس، هنعرف دلوقتي التطعيم الثلاثي، واعمل له ديتوكسيفيكيشن، اعمل له انكتيفيشن واحط عليه فورمالين، يبقى هيبقى انتيجينيك بط باثوجينيك، واستخدمه اديه للبيشنت. فبالتالي لما تيجي البكتيريا تصيب الانسان ده هيبقى عنده خلاص مناعه اجينست التوكسينز اللي بتطلعه البكتيريا دي، فبالتالي مش هتعمل ديزيز باذن الله. يبقى توكسيد بريبيرد باي توكسيفاينج ذا اكزوتوكسينز اوف سام بكتيريا، وخاصه احنا بنضيف فورمالين، فبالتالي التوكسين ده انا عايزينه انتيجينك، بيعمل لي ستيميوليشن للميون سيستم ولكن ما يعملش ديزيز. طيب بنضيف حاجه اسمها ادوفنت، يعني المونيوم سولت، ده بيزيد البوتنسي بتاعت الفاكسين. اشهر مثال مهم جدا اسمه الدي بي تي، ديفتيريا تيتانوس بروتيسس. دول عباره عن ثلاثه بكتيريا مشكلتهم الرئيسيه انهم بيعملوا برودكشن للتوكسينز تمام، وفيتال توكسين لو ما تلحقش في بدايته تمام. الكلام ده في البكتيرولوجي اتكلمنا بالتفصيل عن ثلاث انواع من البكتيريا. فخلاص احنا بنستخلص التوكسين من كل بكتيريا من ثلاثه دول ونجمعهم على بعض تمام، ونعملهم ديتوكسيفيكيشن بواسطه الفورمالين، حتى اسمه التطعيم الثلاثي، بتاخد عند شهرين واربع شهور وست شهور، وبعد كده عند 12 شهر، وبعد كده ممكن عند 18 شهر،
وبعد كده ممكن بوستر دوز عند سكول انت. التيتانوس ده بسبب مرض التيتانوس الشهير ديفتيريا من اسم ديفتيريا وبيتقصص اللي هو الوبين كوف اللي هو السعال الديكي. لسه واخدين فيه 3 اورجانيزمز برضو بنجمعهم على بعض وبنستخدمهم في اللايف ادينويت فاكسين اسمهم MMR ميسلز مامبس روبيلا. ناخد بالنا نوع الفاكسين مهم جدا. يقول لك الدي تي بي او الدي بي تي ده نوع ايه؟ تعرف ان هو نوع توكسويد عشان عمل ديتوكسيفيكيشن للتوكسينز. طيب الام ام ار عشان هما 3 وهنا 3 في الناس بتلخبط ساعات بينهم. لا ده نوع لايف اتنويتد فاكسين. وده هنا بقول لك كولاين باكتيريا ديفتيريا فاكسين يعني نفس الكلام احنا قلناه. كوليستيريديم تيتاني فاكسين. بروديتيلا بيرتسس فاكسين. وفي تفصيله في البروديتيلا بيرتسس فاكسين بيقول لك في نوعين من البيرتسس فاكسين اسيلولار فاكسين وفي كيلد فاكسين تطعيم الثلاث تيتانوس ديفتيريا بيرتسس ده نوعه توكسويد بيستخدم عند شهرين واربع شهور وست شهور وعند سنه وعند 18 شهر بيستخدم انترا ماسكولر. طب اخر نوع معانا من الفاكسين اسمه ريكومبيننت فاكسين وده المثال الشهير هيباتيتس بي فاكسين. وده بحضر الفاكسين ده بريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. ده شابتر في بايوتكنولوجي. باختصار شديد بجيب الجين المسؤول عن تكوين هيباتيتس بي سيرفس انتيجين واجيب بلازميد دي ان اي تبع بكتيريا هايلي ريبليكيتنج زي الشيشه كولاي. بعد كده اعمل لهم ريكومبينيشن زي ما شايفين في الرسمه اللي قدامنا. وبعد كده بحطه جوه ييست سيل بيحصل له ريبليكيشن وهو بيحصل ريبليكيشن بيحصل اكسبريشن وترانسليشن للجين ده ويكون الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين كميات كبيره وبعدين بستخدمه كفاكسين. ده انواع الفاكسين في تيبل تمام. كل الكلام اللي احنا قلناه بس في جدول مجمعه في جدول هنا. روتس اوف ادمنستريشن اغلب الفاكسينز انترا ماسكولار روت. الهيباتيتس بي فيروس والتطعيم الثلاثي والديفتيريا تيتانوس بيرتسس والهيب فاكسين والسوق فاكسين. طب عايزين نراجع مع بعض انواع الفاكسينز بحيث لازم تعرف انواع الفاكسين. هيباتيتس كومبيننت فاكسين دي تي بي نوعه توكسويد. الهيب فاكسين نوعه بوليسكرايد فاكسين. طيب السوق فاكسين نوعه انكتيفيتد فاكسين. لازم تعرف نوع الفاكسين مهم جدا. السبكيوتينس روت هو مثال واحد ام ام ار. طب كان نوعه ايه ده؟ نوعه لايف اتنويتد فاكسين. الاورال روت مثال واحد بس اللي هو السابين فاكسين هو اجينست بوليوميلايتس عشان الاطفال كان نوعه لايف اتنويتد فاكسين. انترا ديرمال روت مثال واحد برضو اللي هو البي سي جي فاكسين ده اجينست مين التي بي كان نوعه لايف اتنويتد فاكسين. طيب الجدول قدامنا ده عباره عن جدول تطعيمات في ايجيبت تمام. وده بيختلف من بلد الى بلد وبيختلف برضو ساعات كل كم سنه بيحصل اختلاف. حاليا مثلا ات بيرث بيستخدم هيباتيتس بي فيروس وبيتاخد خلال 24 ساعه. بيستخدم برضو السابين فاكسين بيستخدم البي سي جي فاكسين تمام. انترا ديرمال انجكشن يعني ات بيرث تشمل ممكن خلال 3 ايام مش شرط اول 24 ساعه ولكن لازم يتاخد اول 24 ساعه هو الهيباتيتس بي فيروس. سابين فاكسين ده بيستخدم اجينست ايه بوليوميلايتس. طب نوعه لايف اتنويتد فاكسين بيستخدم اورال حتى اسمه او بي في اورال بوليو فاكسين. البي سي جي ده انترا ديرمال انجكشن نوعه لايف اتنويتد فاكسين. عند شهرين واربع شهور وست شهور بيستخدم الاورال بوليو فاكسين سابين برضو بالاضافه لانكتيفيت بوليو فاكسين. وبيستخدم الدي تي بي اللي هو التطعيم الثلاثي والهيب فاكسين بتاع الهيموفلس انفلونزا تايب بي والهيباتيتس بي فيروس. حاليا اسمه التطعيم الخماسي هو الدي تي بي نوعه توكسويد. الهيب فاكسين نوعه بوليسكرايد فاكسين. قلنا لازم تعرف نوع الفاكسين. هيباتيتس بي فيروس نوعه ريكومبيننت فاكسين. عند 9 شهور اورال بوليو فيروس. طبعا فيتامين اي كبسول ده مش تطعيم ولكن فيتامين اي كبسول مش فاكسين بمعنى فاكسين ولكن بيستخدم كبروتكشن. طيب عند 12 شهر برضو اورال بوليو فاكسين. نلاحظ ان اورال بوليو فاكسين ماشي معانا في كل الشهور لكن ناخد بالنا المعلومه المهمه جدا اللي قلنا عليها الام ام ار اللي هو الميسلز مامبس روبيلا فاكسين اول جرعه 12 شهر. كده يكون اتكلمنا على انواع الفاكسين. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على انواع الكوفيد 19 فاكسين.